إذن في إطار التحضير لتوزيع السكنات بمناسبة غرة نوفمبر اندلاع الثورة التحريرية 54 وبمناسبة العيد 70 ولاية وهران كباقي ولايات الوطن يعني وعمل بتعليمات السلطات العليا للبلاد سحضرنا يعني عملية توزيع سكنات ستكون يوم الأحد إن شاء الله على الساعة 10 كالمعتاد في مسجد في القاعة اللي تعرفوها على مستوى مسجد عبد الحميد بن باديس. والمرة هذه يعني في 5 جويلية كنت أشتو باللي باش يعني حصة الأسد ذهبت إلى القضاء على السكنات الفوضوية والسكنات الهشة. هذه المرة يعني ارتئينا أن تكون يعني السكنات موجهة إلى طالبي السكنات الاجتماعية وكما يسمى في وهران السكن بالتنقيط. فالعديد من البلديات يعني قامت بإعداد القوائم أخص بالذكر يعني البلدية بلدية ليلات وبلدية كذلك الكرمة وبلدية بلدية برلجير وبلدية كذلك العنصر وبلدية العديد من البلديات اللي قامت بإعداد يعني بإعداد القوائم والطعون كذلك يعني تم الانتهاء منها وتم يعني كإجراء عملية القرعة على مستوى ديوان ترقية وتسير العقاري. ويوم الأحد إن شاء الله سيتم توزيع المفاتيح وكذلك مقررات التخصيص على المستفيدين والمستفيدات. في كذلك بالنسبة للسكنات نتاع لاميونت كنت خرجت معنا يعني في الدخول المدرسي وكنت معنا في على مستوى يغمراس وين اتخذنا القرار بعد ما تم هدم يعني المتوسطة اللي كانت موجودة على مستوى يغمراس وكانت من الميونت وتم إعادة بناء متوسطة جديدة عصرية أقول في ظرف قياسي ظرف 6 أشهر وتم تدشينها وتم فيها الدخول المدرسي. كانت متوجدة يعني عمارتين من الأميونت على مستوى هذا الحي نتاع يغمراس واتخذنا الإجراء كذلك بالقضاء عليها وترحيل الساكنة وهذا ما تم يعني خلال بداية الأسبوع الماضي. وأعطينا كذلك الأمر من أجل التخلص من كذلك 20 سكن أخرى على مستوى البركي خلال هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. بعدها في مازال يعني ما أظن حي أو حيين على مستوى كذلك بلدية من البلديات قديل سيتم التخلص منها كذلك في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. دونك نقول بلي باش العملية نتاع الإسكان يعني مازالت متواصلة. ولاية وهران كما يعني عهدتمونا يعني في كل مناسبة إلا ويكون يعني مناسبة وطنية خاصة يعني 5 جويلية وأول نوفمبر و11 ديسمبر كذلك إلا ويكون فيه توزيع كذلك بمناسبة يعني عيد الفطر كذلك يعني أو 27 تاع رمضان كذلك. ولكن تبقى يعني هذه أصبحت سنة أو عادة حميدة على المستوى الوطني وليس فقط في ولاية وهران. إضافة إلى هذا يعني كان كذلك كلما كانت فيه سكنات جاهزة إلا وعملنا على توزيعها سواء من خلال إعادة إسكان أولئك الذين يقطنون البناءات الفوضوية أو أولئك الذين يقطنون كذلك البناءات الهجة والمصنفة حمراء على مستوى وسط المدينة القديمة.